ودلوقتي إن شاء الله هنعمل مع بعض بودينج الباتر سكوتش. بالنسبة لمقادير البودينج الباتر سكوتش، عندنا 6 معالق كبيرة زبدة، 1 كوب سكر بني فاتح، 2 كوب كريمة، 3 معالق كبيرة نشا، ربع معلقة صغيرة ملح، 2 كوب لبن، 4 صفار بيض، و2 معلقة صغيرة فانيليا. أول حاجة هعملها هعمل كراميل بالزبدة والسكر. السكر البني بيبقى صعب شويه ان الواحد يعمل بيه كراميل، لانه اصلا اللون بتاعه بيبقى غامق، فبنبقى مش متاكدين لو اتكرمل ولا لا. ف هو لما هيبتدي يتكرمل اللون بتاعه هيبقى اغمق من اللون اللي احنا شايفينه دلوقتي، فما نقلقش ونشيله بسرعه. احنا عايزين طعم الكراميل فيه علشان يدينا طعم الباتر سكوتش المظبوط. زي ما احنا شايفين اللون دلوقتي على ذهبي شوية، لما يبتدي يبقى على ذهبي غامق يبقى كده الكراميل بتاعنا مظبوط. هسيبه، وهنا هاخد النشا ادوبه مع اللبن. وهحط معاهم كمان البيض والفانيليا. وممكن اضيف الملح كمان. دلوقتي زي ما احنا شايفين اللون بتاعه اتغير، بقى اغمق، بقى ذهبي بس غامق. هبتدي احط الكريمة شوية شوية. في المرحلة دي دايما نخلي بالنا، لان بيفور وبيطرطش، فما نحطش الكريمة كلها مرة واحدة، نحطها شوية شوية لحد ما درجة حرارة الكراميل تبتدي تهدى، ساعتها ممكن نحط الكمية كلها. هنستنى لما يرجع يغلي مرة تانية. اوكي، ابتدى يغلي، هحط شوية هنا. وهنرجعهم على النار. وهنقلب لحد ما يبتدي يتماسك ويدينا ملمس تقريبا زي ملمس الكريم باتيسير. زي ما احنا شايفين الملمس بتاعه ابتدى يتقل. اوكي، ابتدى يغلي، هاخده وهحطه في بول على جنب. انا عايزه احطه في كاسات زي كده، بس طبعا الكاسات دي رفيعه قوي، فلو حطيته وهو سخن كده الكاسات هتتكسر، فطبعا لازم نستنى عليه شويه يهدى وبعد كده نقدر نحطه في الكاسات اللي احنا عايزينها. ده بيكون شكله بعد ما بيجهز، وممكن طبعا نزينه في شويه كريمه. ونحط عليه شوية باتر سكوتش تشيبس. وبكده يكون حلو الباتر سكوتش أو بودينج الباتر سكوتش بتاعنا جاهز.